السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة عالم الصيانة. معكم البشمهندس مشتاق الشرعبي، اليوم بيوضح لنا مميزات شركة بوك وأنواع الكمبريسات الخاصة بها وما يميزها عن الشركات الأخرى. بنبدأ نتعرف يا بشمهندس على هذا الكمبريسر، اتفضل. طبعا الكمبريسر هذا من منتجة شركة بوك العالمية، ومميز هذا الوحدة عن الوحدات الأخرى إن الموديل أو الكمبريسر هذا بالذات يشتغل على التبريد وكذلك التجميد، وهناك مميزات بهذه الوحدة. مثلا يعاد بالداخل هذا صندوق التحكم في هذا الكمبريسر، فهناك بعض الحمايات المميزة لهذا الكمبريسر مثل هذا الحساس الذي يحمي الكمبريسر إذا ارتفعت درجة الحرارة، وبنفس الوقت الضغط يعمل على فصل دائرة التحكم اللي يوصل لهذا القطعة مع الحساسات الداخلية للكمبريسر. والذي يقول لنا أنه الكمبريسر هذا يشتغل تبريد وكذلك تجميد، أنه الراجع من الفريول يعمل على تبريد الملف الكهربائي، وبذلك أنه يشتغل تبريد. يعني هذا الضاغط يعمل عملية تبريد ذاتي من خط السحب له عن طريق الغاز الراجع من المبخر. وكذلك يركب له مفتاح ضغط الزيت، وذلك لحماية الكمبرسر من نقص الزيت أو من سداد الفلتر الخاص بالزيت. كذلك سخان لعملية تبخير بقايا سائل الفريوم من داخل الكمبريسر عند توقفه، وكذلك عند توقف الكمبريسر على ما على تسخين الزيت ليسهل عملية تحريكه في البساتين وكذلك الكرين. ممتاز. وهذا الكمبريسر الآخر، بالنسبة للكمبريسر الآخر اللي هو الموديل اللي يميزه الـ HA، فهذا يفضل انه يستخدم في عملية التجميد العميق. ممتاز. الأسكريم والدقال، وذلك لأن يحتوي على مروحة تبريد بالنسبة للملف، والغاز الراجع مباشرة رجع كميكانيكيا مفصول الضغط، يعني مفصول الغاز السائل عن الملف التبريد. ما أسباب الفصل في هذه العملية؟ وذلك لكي لا يتأثر الفريون الراجع من حرارة الملف نفسه. نعم، يعني دائما هذه الكمبريسات تكون ارتفاع في حرارة الملفات بسبب التجميد العميق. ايوه بالضبط، يعني لا يتأثر ضغط الفريون الراجع في درجة حرارة الملف نفسه. نعم، فيرجع الراجع مباشرة ميكانيكيا ويرجع على طول الخروج الى خط الدفع. فما يميزه اعمق واعظم من الموديلات الاخرى. وما يميز الملف هذا عن الملف السابق لوجي 8؟ هذا يكون حجمه اكبر. ممتاز، يعني حجم الملفات، لاحظوا هنا ملاحظه مهمه ان دائما ملفات التجميد تكون اكبر من ملفات التبريد والتجميد. الان بنتعرف على صندوق التحكم في هذا الكمبريسر. كما تشاهدون هنا هذا هو صندوق التحكم، سيعرفنا البشمهندس على هذا جهاز الحماية الخاص بهذا الكمبريسر. طبعا جهاز الحماية هذا هو يعتبر لحماية الكمبريسر من ارتفاع درجة حرارة الملف واحد نفسه واحد. أيوة. ثاني حاجة من ارتفاع درجة حرارة خط الدفع اللي هو درجة حرارة الفريون. أيوة، درجة حرارة الفريون، وبنفس الوقت الضغط، يعني إذا تجاوز الضغط عن الحد المسموح به فيعطي إشارة إلى الجهاز هذا فيعمل على فصل دائرة التحكم. ممتاز. كذلك الام بي 200 هذا الام بي 10 يعمل على حماية الدائرة من التخلخل الهرتز وكذلك الفولتية. يعني في حالة هبوط في التردد أو الفولتية يقوم بعملية فصل دائرة التحكم. بالضبط. وكما تشاهدون أنه المحرك نفسه يحتوي على ملفين منفصلين تماما. يعني هنا لدينا اثنين ملفات داخل هذا المحرك. داخلهم يمكن أنه يشتغل ستار دبل ستار، يعني يمكن تدخل الكمبريسر على مرحلتين أثناء الإقلاع.
ممتاز. يدخل الملف الاول ب 66%، ثم بعد ذلك بثواني او اجزاء من الثانيه يدخل الملف الثاني، وذلك للتقليل من عمليه الاقلاع. ممتاز، شكرا على هذا التوضيح يا باشمهندس. الاستاذ خالد الزوم، وهو وكيل شركه بوك في الجمهوريه اليمنيه، عرفنا عن نفسك عم خالد. خالد احمد عبد الله الزوم، وكيل شركة ديابو والبالمان. ايوه الالمانية. نعم، كنا الوكالة هذه كم لها في اليمن؟ من عام 2012. 2000 طبعا الشركة قديمة ولها فترة طويلة بالاداء التبريد والتكييف، موجودة متوفرة في اليمن من عام 1980. طبعا انت الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية. نعم. تشرفنا بمعرفتك وشكرا، الف شكر على التعاون معنا في لعرض هذه المنتجات وشرح الوحدات للفنيين في الوطن العربي بشكل عام. الشكر موصول لك من قناة عالم الصيانة التقنية. شكرا، الف شكر.